يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية والعشرون، وعنونت بالنهي عن موالاة الكافرين. وموضوع هذه موضوع الدرس أو موضوع المحاضرة قول الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا يعني عند علماء البلاغة هذا أسلوب خبري لا هنا لن نافية، فهذا خبر يراد به النهي، فهذا خبر يراد به النهي، لأنه أحيانا تأتي الأخبار ويراد بها الأوامر، وأحيانا تأتي الأخبار ويراد بها النواهي. فمن الأول أي مجيء الأخبار بمعنى ويراد بها الأوامر، ويعني ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا معناه أي فأمنوا الداخل إلى البيت الحرام. وقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمعنى والمطلقات ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذن هذه أخبار يراد بها أوامر. وكذلك قد تأتي الخبر ويراد به النهي كهذه الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهذا خبر يراد به النهي عن موالاة المؤمنين الكافرين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، وطبعا الإيمان والكفر أسماء شرعية، وهذه الأسماء لابد لها من أدلة عليها، ولذلك مثل هذه الأسماء لا تطلق هكذا، فلكل منها مدلول شرعي. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخي يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه، أي أن إن كان كما قال إذ لم يكن كافرا كما ادعى عليه وإلا حار عليه، رجع الكفر على القائل. فدل ذلك على أن الكفر على 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 أن اسم الإيمان له حكم شرعي، وكذلك الكفر له حكم شرعي، ولكل منهما أدلة مدلولات شرعية، فلا تطلق الأسماء هكذا. فقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون جمع معرف بالألف واللام، يشمل الرجال والنساء كبار والصغار، هذه صيغة عموم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أو أولياء من دون المؤمنين يعني من غير المؤمنين، يعني من دون الله يعني غير الله، يعني من دون المؤمنين يعني من غير المؤمنين. والأولياء جمع ولي، والولي في اللغة هو القريب وهو الناصر وهو المعاون، فهذه اللفظة تعني المعاونة وتعني المحبة وتعني المودة وتعني المظاهرة، كل هذا داخل في معنى الولاية.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني من غير المؤمنين، لا يوالون أحدا إلا أهل الإيمان. نعم، فإذا الموالاة بمعنى القرب ومعنى المحبة ومعنى المتابعة ومعنى النصرة ومعنى المتابعة، كل هذا نفاه الله عز وجل، نفى أن يكون بين المؤمنين وبين غيرهم من الكافرين أي نوع من أنواع الموالاة. طبعا هذه الموالاة درجات، منها ما هو يعني كفر بالله جل وعلا، ومنها ما هو كبيرة من الكبائر. يعني الموالاة درجات، ليست درجة واحدة، وإن عداها الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار النجدية، وإن عدها من نواقض الإسلام، إلا أن لها درجات. لأنه إذا والى المسلم غير المسلم حبا في دينهم ورضا بدينهم وكرها في الدين، فهذه موالاة تخرج عن دائرة الإسلام. أما إن ولاهم خوفا أو طلبا لشهوة أو طمعا في منصب، فهذه يعني لا تخرج من دائرة الإيمان، لكن يبقى أنها تبقى كبيرة من الكبائر، لأن الله جل وعلا توعد على ذلك. نعم، وحد الكبيرة كما ذكر العلماء هو كل ما ثبت فيها، كل ما عقبها الله عز وجل بوعيد أو بلعن أو بغضب أو ترتب عليه حد من حدود الدنيا. نعم، ولذلك يعني بيّن الله جل وعلا يعني أن الموالاة لا تكون أبدا من صفات المؤمنين، فقال جل وعلا في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من صفات المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا قطع الله عز وجل الموالاة بين المسلم وبين غير المسلم، والله جل وعلا يعني بين ذلك أيضا في سورة الأنفال: إلا تفعلوه تكن في الأرض فتنة وفساد. إلا قول الله جل وعلا: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا من ترك موالاة أعداء الله جل وعلا تكون فتنة في الأرض، لأن لما يحصل موالاة بين المسلم وبين غير المسلم يترتب على ذلك خلل كبير في ميزان الإيمان، خلل في الاعتقاد. لأن كما قال القائل: تعصي الإله وتزعم حبه وهذا لعمر في القياس شنيع، ولو كان حبك صادقا لأطعته، وإن المحب لمن يحب مطيع. لذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أجلة على المؤمن أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال وبين الله جل وعلا يعني ذلك: إنما وليكم إنما في اللغة أسلوب حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهذا كما ذكرنا يعني خبر يراد به النهي، نهى الله جل وعلا عن ذلك. وبين الله جل وعلا بأن هذه الموالاة قد تصل بصاحبها يعني إلى الكفر بالله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال الله، قد تؤول الموالاة بالعبد إلى أن يكون منهم على الحقيقة، ولا يزال الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم، إن الله لا يهدي قوم الظالمين، أمثال هؤلاء لا يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى طريقه. ومن يفعل ذلك، وهذا يعني تشديد في النهي، ومن يفعل ذلك، طيب هنا لم يقل ولم يفعل يعني ومن يوالي، وإنما قال ومن يفعل ذلك، فأعرض الله عز وجل عن ذكرهم وعن ذكر هؤلاء، أولا زجرا لهم وتقبيحا لشأن من فعل ذلك وتهوينا من شأنهم، لذلك جاءت الإشارة فقط، لم يقل ومن يفعل، يعني لم يقل ومن يوالي أعداء، لا، هؤلاء لا يخاطبهم الله، لا يبالي الله عز وجل بهم بالة، وإنما يقول وإنما يعني يقبح ما هم عليه ويهون من شأنهم ومن يفعل ذلك.
فليس من الله في شيء، يعني فليس من الله في شيء، فليس من أمر الله وليس من دين الله في شيء، شيء يعني لا من قليل ولا من كثير، يعني معنى هذا أن فعلهم هذا مجانب للدين، لا يمت لدين الله بصلة. لذلك جاءت شيء هنا نكرة في سياق النفي، ونكرة في سياق النفي صيغة عموم، يعني فليس من دين الله، يعني أو يعني فليس المعنى فليس من دين الله لا في قليل ولا كثير، إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا أن يضطر المؤمن أو المسلم إلى ذلك اضطرارا، إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا أن يضطر إلى ذلك، كأن يهدد مثلا بالقتل، أو أن يهدد بقطع عضو من أعضائه، أو بإحداث يعني نكاية عظيمة فيه أو في ولده أو في نحو ذلك، فهنا استثنى الله عز وجل. وهذه الآية قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، هذه كقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذا قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا أن تخافوا منهم، إلا أن تخافوا قتلا، تخافوا سجنا، تخافوا إحداث نكاية فظيعة، وإلا فلو لم يكن لم تكن هذه الأسباب موجودة، يعني لو لم يخف منهم بيبقى لم يجوز أبدا أن هو يظهر لهم شيء من المضارة. لذلك يعني إلا أن تتقوا منهم تقاه. معاذ بن جبل ومجاهد قالوا كانت التقية في جدة الإسلام، في جدة الإسلام يعني في أول الإسلام، الجدة بمعنى الجديد، كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم، هذا في أزمان العزة، لكن عاد الأمر يعني قريب إلى قريب مما كان عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فقول معاذ بن جبل صحيح، هذا كان في زمن معاذ بن جبل وزمن مجاهد، وهو تابعي جليل، مجاهد بن جبر الإمام الكبير. نعم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلا أن تتقوا منهم تقاه، وأن يتكلم بلسانه، وأن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يقتل ولا يأتي مأسما، يعني إياكم أن تفهموا إلا أن تتقوا منهم تقاه أن 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 يكرهوكم على فعل القتل مثلا أو على إتيان المآسم العظيمة، لا. لذلك الحسن يقول هو أن يتكلم يا ابن عباس رضي الله عنه، هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يقتل ولا يأتي مأسما، يعني لا يأتي مأسما كبيرا. نعم. و قول معاذ بن جبل ان التقية خلاص زالت، لا، فاما اليوم فعز الله الاسلام ان يتقوا من عدوهم. الحسن البصري رحمه الله تعالى قال التقية هي جائزة للانسان الى يوم القيامة، ولا تقية في القتل، يعني ما لا ما ليس هو كامل، وهذا يعبر عنه العلماء لا اكراه في القتل، يعني لو انه واحد او قال والله اكرهوني على ان اقتل فلانا، نقول له لا اكراه في القتل، لا عذر لك عند الله، لأنه لا تمنع الضرر بنفسك وتلحقه بغيرك، طب ماذا يفعل؟ لا خليك تقتل أنت، إن قتلت تقتل شهيدا بإذن الله. نعم. وإذن التحية، إذن التقية في الإسلام لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطح أو الإيذاء العظيم. طيب، فمن أكره على الكفر فهو بين أمرين، إما أن يأخذ بالرخصة التي رخصها الله عز وجل له، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن كذلك قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، إما أن يأخذ بالرخصة، وفي هذه الحالة أخذ برخصة الله جل وعلا. وعبد الله بن حذافة السهمي يعني رضي الله عنه أخذ بهذه الرخصة حتى ينجي المسلمين في ذلك، ومنهم من لم هذا الحال الأول، أو أن يأخذ بالعزيمة حتى لو أدى إلى قتل، وهذا هو الذي فعله خبيب بن عدي رضي الله عنه. خبيب بن عدي
لما قدموه إلى الخشبة، لما أسره المشركون رضي الله عنه وقدموه إلى خشبة ليقتلوه، راودوه على الكفر بالله، قال أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنا في مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم تصيب شوكة في مكانه الذي هو فيه. اللهم بلغ رسولك منا السلام وعلمه ما يراد بنا. وأنشد قائلا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشال صلو ومزعي، ولست مبدا للعدو تجزحا، إني إلى الله مرجعي. شموخ في زمن الانكسار، شموخ كبير. إذا هذا إما أن يأخذ بالرخصة، وإما أن يأخذ بالعزيمة. والتاريخ والتاريخ زاخر بأمثال من أخذ بالعزائم من المسلمين. الإمام أبو بكر النابلسي، هذا الرجل الإمام لما أسره العبيديون في مصر أيام الحاكم بأمر الشيطان، فقالوا له يعني سمعنا أنك تقول لو كان معك 10 أسهم لرميتنا بسهم ورميت أعداء 9 أسهم. قال لم أقل ذلك. قال وما قلت؟ قال لو كان معي 10 أسهم لرميتكم ب9 أسهم ورميت الكافرين بسهم واحد. أبو بكر الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله قال ما قلت لكم؟ ما قلت ذلك. لو كان معك 10 أسهم لرميت الروم بسهم ورميتنا ب9 أسهم ورميتنا بسهم. قال لم أقل ذلك. لو كان معي 10 أسهم لرميتكم ب9 ورميت الروم بسهم واحد. فماذا فعلوا؟ انتدبوا يهوديا لينزعوا جلده. فلم يزل اليهود ينزع في جلده، ووضع التبن في جلده يعني رحمه الله تعالى، حتى قال اليهودي حتى يا رحمته، يهودي رحمهم وهؤلاء لهم رحمهم، فطعنته بالخنجر في قلبي حتى لا يحس بشيء. يبقى هذا اذا التاريخ زاخر بامثال الامام ابو بكر النابلسي رحمه الله تعالى. وفي الحقيقه هذه مكارم، يعني تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد ابوال. هناك رخصة، والله جل وعلا رخص من أخذ بالعزيمة. يعني هذه المكارم والمفاخر والمعالي، ومن أخذ برخصة الله جل وعلا فإن الله وسع على عباده في ذلك. إذن التقاة هو أن يتكلم بلسانه مضارة للكفر، خشية القتل أو خشية القطع أو خشية حدوث نكاية عظيمة فيه. نعم. وهذه إذن قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، هي قول باللسان دون المودة التي في القلب. المودة في القلب هي مولاة. ولذلك قال الله جل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا تفعلوا ذلك. كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، الجواب محذوف دل عليه السياق، فلا تفعلوا ذلك. إلا أن تتقوا منهم تقى، وهذه هي المداراة وليست مداهنة. وهناك فرق بين المداراة وبين المداهنة. المداهنة مذمومة في كتاب الله جل وعلا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم. المداهنة معناه الدهان فيه ايه؟ في لين. يعني ودوا لو تركت بعض ما أنت عليه لينا لهم فيلينون لك. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، في المداهنة مذمومة، لأن معناها التفريط في أوامر الشرع. يعني مداهنة لهم، يعني مداهنة يعني ايه؟ يعني لين في اوامر الشرع، ترك بعض اوامر الشرع حتى يكسب شيئا من ودهم. فهذه المداهنة مذمومة، صاحبها مذموم. واما المضارة فشيء اخر، هو ان يتقيهم بلسانه. مثل المضارة ما ثبت في الصحيح من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت قدم رجل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي عليه وسلم بئس اخو العشير. فلما دخل عليه ألان له الكلام، قالت فقلت يا رسول الله لما رأيت الرجل قلت ما قلت، فلما جاء ألنت له الكلام؟ فقال يا عائشة شر الناس من يتقى لفحشه.
شر الناس من يتقى لفحشه حل الشاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن هذه نوع من إيه؟ هذه نوع من المضارعة. فلو اضطر المسلم نتيجة كونه ضعيفا مستضعفا في بين الكفار فاضطر أنه يتلفظ بكلمة الكفر حتى يمنع عن نفسه القتل أو الإيذاء العظيم أو نحو ذلك، فالله جل وعلا رخص في ذلك إلا أن تتقوا منهم تقاه، مع قوله وهي قوله تعالى إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذه المضارعة تكون في لسان دون القلب، قلبه لابد أن يكون مطمئنا بالإيمان. ويحذركم الله نفسه، هذا تشديد في الوعيد، ويحذركم الله نفسه في إثبات النفس لله عز وجل كما قال جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ويحذركم الله نفسه. نعم. ويعني يعني كما وهذه كما 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 قال الله جل وعلا يعني ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم الله عز وجل غضبه وسخطه على من فعل ذلك، ويحذركم الله نفسه. نعم. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وأظهر الله عز وجل هنا اسم الجلالة حتى يربي في الناس مراقبة الله عز وجل و يعني الخوف من الله عز وجل، لأنك وإلى الله المصير يعني أنك صائع إليه لا محالة، فتقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص. نعم. أصلها والمصير إلى الله، لكن قدم الجار والمفعول ليدلك على أنك عائد إليه لا محالة، وطالما أنك عائد إليه فلتعلم بأنك مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. تعملت أنت وليت هؤلاء، فعلت كذا، قتلت، فعلت، أعد للسؤال جوابا بين يدي الله جل وعلا، أعد للسؤال جوابا وإلى الله المصير. ثم حذر الله عز وجل عباده بأن المعاملة بأن وقوف العبد بين يديه ليس كوقوفه بين يدي البشر. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعني هو مطلع على سرائركم وعلى أعمالكم. يوم كقول تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يا رب عافينا، يقف يد الله ويقسم بالله والله ما فعلت وعزتك وجلالك ما فعلت، يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله. وكما يحلف يعني يوم يعصم الله جميعا يعني فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم كاذبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أفضلكم أهلككم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله، يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. حاسب، إياك أن يعلم الله عز وجل منك يعني عزما على معصية أو 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 إضمارا للشر بالمسلمين أو إضمارا للكيد بهم، لأن يعني الله جل وعلا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، كما قال لقمان الحكيم لابنه ويعظه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، حبة متناهية في الصغر، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، كما قال جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى مما لا يعني لا علم لكم به ويعلمه سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير. ختم الله عز وجل الآية باسمه القدير، يعني ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه أحاط علما بكل شيء. نعم. وعلم الله عز وجل لا يغيب عنه شيء، وعلم الله ليس كعلم البشر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم عدد قطر الأمطار
وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري سماء منه سماء، ولا أرض منه أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات هي موضوع المحاضرة الآن، وعلمنا المقصد الأساس من هذه الآيات هو قطع دابر الموالاة بين المسلمين، ولأن هذا داء عضال ستبتلى به الأمة، فإن الله جل وعلا لم يزل يبين يقطع لم يزل في العهد المكي وفي العهد المدني يركز على هذه القضية، لأنها أصل من أصول هذا الدين العظيم. ففي العهد المدني في العهد المكي في أوائل البعثة وفي أوائل الحرب التي النفسية التي كانت دارة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما أعبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. في العهد في أوائل العهد المكي، سورة مكية، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إذن الآية هنا قطعت دابر المودة بين، لأن هذا الأمر يسبب خلطا كثيرا ويسبب فسادا في الأرض، وما المفاسد الموجودة الآن في الأرض وضياع مجد المسلمين وضياع عز المسلمين إلا بسبب ذلك. ضياع الأندلس لأسبانيا الآن، ما ضاعت الأندلس إلا بسبب هذه القضية، ولا ضاعت فلسطين إلا بهذه القضية، ولا ضاعت الشام، ولا ضاعت غيرها من بلدان المسلمين إلا بسبب ذلك. نعم، الموالاة التي يترتب على أصل الموالاة دي مش موالاة فقط، هترتب عليها خيانات لا تنتهي للأمة، خيانات لا تنتهي. فضاعت ممالك من ممالك المسلمين، وضاعت بلدان من بلدان المسلمين بسبب هذه القضية. ولذلك القضية دي ركز الله جل وعلا يعني القرآن عالج هذه القضية معالجة كبيرة جدا في آيات كثيرة، في سورة المائدة عليها، في سورة النساء عليها، في آل عمران عليها، في سورة البقرة، في القرآن المكي يعالج هذه القضية يعني مدار 23 عاما، والتركيز على هذه القضية للمفاسد العظيمة التي تترتب على ذلك. أما المسائل التي تتعلق بهذه الآيات، فأورد المؤلف بعض المسائل من ذلك، وهي الحكم الأول، وما حكم الاستعانة بالكفار في الحرب. هي مسائل متعلقة بمسألة الموالاة وحكم الاستعانة بالكفار في الحرب، يعني الاستعانة بالكفار في الحرب، الاستعانة بالكافر نفسه ككافر كمقاتل يقاتل مع المسلمين، أو الاستعانة كذلك بما يعني ينتجونه من الذخائر ومن العتاد ونحو ذلك. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول بعدم جواز الاستعانة بالمشركين في القتال، وهذا هو مذهب المالكية ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمذهب المالكية والحنابلة خلافا لما ذكر المؤلف، فمذهب المالكية ومذهب الإمام أحمد هو أنه لا يجوز، لا يحل الاستعانة بالمشرك في القتال. عمد دليل أصحاب هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، من حديث خبيب بن يساف، وليس عائشة، خبيب بن يساف رضي الله عنه، أن رجلا أدرك النبي صلى الله عليه حين خرج إلى بدر بحرة الوبرة، موضع قريب قبل بدر، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه في أن يقاتل معه، فقال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال أرجع فلن أستعين بمشرك. جاءه مرة ثانية قال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال ارجع فلن أستعين بمشرك. مرة ثالثة جاء هذا الرجل الأمن. فالشاهد من حديث، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح، الشاهد من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك، وكذلك ما رواه يعني وكذلك أثار أخرى في نفس هذا المعنى، لكن هذا عمدة أصحاب هذا القول وعمدة المالكية، وهو المشهور في مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين. مذهب الشافعية رحمه الله تعالى ومذهب أبي حنيفة، نعم طبعا هناك فرق بين مذهب الشافعية ومذهب الحنيفة، وكلاهما يجوز الاستعانة بالمشركين، لكن الشافعي يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال بشرطين. الشافعي أبو حنيفة يقول
يجوز الاستعانة بالمشرك، لا حرج في الاستعانة. هذه مسألة الأولى، وحكم الاستعانة بالكفار في الحرب. واختلف العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم في جواز الاستعانة بالمشركين في القتال على قولين. القول الأول بالمنع، أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك في القتال، لا يجوز لما ثبت في صحيح مسلم من حديث خبيب بن يساف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا لنستعين بالمشركين على المشركين، والحديث رواه مسلم في صحيح. وهذا مذهب المالكية ومذهب والمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يرى المنع من الاستعانة بذلك. القول الثاني في المسألة ومذهب الشافعية ومذهب الأحناف أنهم يجوزون الاستعانة بالمشركين. والشافعي رحمه الله تعالى يجوز هذا بشرطين. الشرط الأول أن تدعو الحاجة إلى ذلك، أن يكون بالمسلمين قلة، في قلة عدد وكثرة عدد المشركين. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول الشرط الاستعانة بالمشرك أن يكون بالمسلمين حاجة لذلك. الشرط الثاني عند الشافعي رحمه الله تعالى أن يكون حسن الرأي في المسلمين، يعني أن يكون ناصحا لهم لا خائنا لهم. فإن توفر هذان الشرطان فالشافعي رحمه الله تعالى يجوز. أما إذا لم يكن هناك حاجة للمسلمين ولم يكن هذا الكافر حسن الرأي في المسلمين يعني ناصحا لهم يا محبا لهم فإنه لا يجوز، فإنه يرى المنع. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني يرى الاستعانة بأنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين على العموم. أدلة أصحاب القول الثاني. طب كيف سيجي يعني عالم بأي دليل استدل الشافعي رحمه الله تعالى واستدل كذلك أبو حنيفة؟ استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية في غزو هوازن، وصفوان بن أمية كان آنذاك كافرا، وغزو هوازن كان في حرب هوازن كان سنة كم؟ في السنة الثامنة. السنة الثامنة هوازن، نعم، كانت بعد خيبر. فكان بعد فتح مكة في مطلع السنة الثانية. لا، هوازن كانت قبل ذلك. هوازن كانت السنة الثامنة. فاستعان بصفوان بن أمية، وصفوان بن أمية كان آنذاك كافرا، استعان منه واستعان بدروع منه، بدروع له. وكذلك ما ثبت من فعل النبي صلى الله وسلم عليه بما خرجه أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع وقسم لهم. وهذا الأثر الذي رواه أبو داود والذي خرجه أبو داود والترمذي من الزهري هو من مراسيل الزهري رحمه الله تعالى، من مراسيل الزهري. ومراسيل الزهري كما يقول أهل العلم ضعيفة. مراسيل الزهري رحمه الله تعالى يعني ضعيفة، فيها شبهة التدليس. نعم. ولذلك الذهبي رحمه الله تعالى بيقول يعني يرى بأن مراسيل الزهري ضعيفة، ويقول لأنه كان خطأ ففي إرساله شبهة تدليس. على كل حال حديث صفوان أن استعانت النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية ثابت. فهنا ده هذا السبب اختلاف أهل العلم. طيب فأصحاب القول الثاني قالوا لما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية وكان سنة كم؟ سنة الثامنة. والحادثة الأولى إن الإنسان بالمشركين كانت في بدر متقدمة ولا لا؟ لذلك هم أجاب الشافعية والأحناف عن قول الحنابلة أجابوا بدليلين، أجابوا بجوابين. أما الجواب الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه قال للذي رده من المشركين لأنه تفرس فيه الإسلام، لأنه فعلا رده في المرة الأولى قال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال ارجع فإن نستعين بالمشركين. والثانية والثالثة آمن الرجل، يعني كما في حديث خبيب بن يساف الذي هو مسلم في صحيح. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الرجل وهو مشرك نظرا لأنه كان يتفرس في إسلامه، وإلا فالأمر فيه سعة لأنه استعان بصفوان بن أمية في هوازن. الجواب الثاني قالوا إن استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية متأخر ولا لا؟ متأخر.
ورد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في يا متقدم، فقالوا حتى لو ولو لم يكن هذا فاللاحق نسخ السابق. إذن وقول الشافعي رحمه الله تعالى قول وجيه في المسألة جدا والله، وقول متوسط في المسألة، يعني التوسط في هذه المسألة جيد. الشافعي رحمه الله يقول إذا كان إن كان بالمسلمين قلة حاجة، وكان هذا الرجل حسن الرأي للمسلمين جاز. هذا وهذان الشرطان يجنبان المسلمين إيه؟ يجنبان الخلل أو الخطأ الذي قد يرد من لأن المشرك ده ما ممكن يكون عينا على المسلمين، يعني ما غير مأمون أصلا، غير مأمون، قد يحدث نكاية كبيرة جدا في المسلمين. فقول الشافعي رحمه الله تعالى قول متوسط في هذه المسألة. النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول قال الشافعي إن كان الكافي وحسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فلا، يعني فيمنع. إذن قول الشافعي رحمه الله في هذه المسألة أنه يجوز الاستعانة للأدلة التي وردت في ذلك، لكن بالشرطين. الشرط الأول هو أن يكون المسلمين حاجة، كان يكون قلة. الشرط الثاني طبعا الأمور الآن اختلفت جدا، يعني احنا كنا في الماضي ان كل ما في ايدي المسلمين من عتاد ونحو ذلك هو ليس قليل جدا من انتاجه. فلو قلنا بانه لا يجوز الاستعانه هذا يسبب مفسده كبيره جدا جدا للمسلمين في هذه الحاله. ولذلك المساله هنا فيها يعني ينظر الى 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 مصالحها والى ما مفاسدها في ذلك. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحكم الثاني في المسألة هو معنى التقية وما هو حكمها. وذكرنا أن المسألة أن المقصود بالتقية هو المضارب باللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان، هذا فقط، هذا هي التقية. إلا أن تتقوا منهم تقى باللسان باللفظ، كما قال جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهنا فارقت المضارب، يعني إلا أن تتقوا منهم تقى، فارقت يعني المضارة المدهنة ترك الحق، ودوا لو تدينوا فيدينوا. لكن المضارة هو إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما جاء له الرجل فقال شر الناس، فألان له الحديث وقال شر الناس من ابتقى لفحشه. إذن الآية أفادت إيه؟ جواز إظهار كلمة الكفر إلا أن تتقوا منه التقى، إلا إذا إن دعت الحاجة إلى ذلك، كان خاف المسلم على نفسه قتلا أو خاف قطع عضو من أعضائه أو حدوث نكاية فظيعة فيه. وطبعا كما ذكرنا يعني التاريخ يعني زاخر التاريخ يعني زاخر بأمثال من أخذ بالرخصة ومنهم من أخذ بالعزيمة على النحو الذي فصلته لكم في هذه المسألة. المسألة الثالثة وهي طبعا يعني المسألة الثالثة في هذه المسألة، هل تجوز، طبعا ذكر المؤلف قصة مسيلمة الكذاب مع بعض الصحابة لما قال لرجل أتؤمن وأتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال أشهد أني رسول الله، قال نعم، فخلى سبيله. الثاني قال أشهد أن رسول الله، أتشهد أن محمد رسول الله، كان رجلين نعم. الأول قال، الثاني قال نعم أشهد أني، قال لا أشهد أني رسول الله، قال لا أسمع، فقتل. فالنبي عليه السلام قال يعني هذا ثابت عند أهل السير، فأما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه، لأنه أخذ برخصة الله جل وعلا، وأخذ فأما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضيلة فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تابعة عليه. الحكم الثالث، هل يجوز تولية الكافر واستعماله في شؤون المسلمين؟ طبعا العلماء هنا استدلوا بهذه الآية، يعني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، استدلوا العلماء بهذه الآية على عدم جواز استعمال الكافر على المسلم، لأن استعمال الكافر من جنس الموالاة له. والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا عمدتهم أيضا،
فاستدلوا بهذه الآية مع الآية التي في النساء ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أنه لا يجوز أن يولى الكافر على المسلم ولاية أمر من أمور المسلمين. وفي الحقيقة المسألة دي مسألة مهمة جدا، يعني لو تأملنا تاريخ الدول، تاريخ الدول وتاريخ سقوط الدول، يعني الخليفة العباسي لما استخدم ابن العلقمي الرافضي المنافق الذي كان يظهر الإسلام وهو يفتن الكفر بالله جل وعلا، والرافضة يعني يظهرون الرفض ويفتنون الكفر المحض كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. فسقوط الدولة العباسية كلها كان على يد ابن العلقمي الوزير الرافضي الذي استعمله على المسلمين. ولذلك الله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا يعني لا يدخرون جهدا في إصابتكم بالخبال بالخيبة والخسران. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فلذلك العلماء استدلوا بهذه الآية مع غيرها، وهي قوله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أنه لا يجوز أن يولى الكافر على المسلم. وذكرنا بأن الشر المستطير كان بسبب تولية هؤلاء على المسلمين، وهؤلاء كما ذكر الله جل وعلا يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إياكم أن تظنوا إياك أن يظن الظن أن أنا ممكن أنا أنه يرضى منك بغير اتباع الملة التي فيها، ولو لم تتبع الملة يبقى لازم يخرجك من الدين اللي أنت عليه، بس خليه يخرجك إلى الدين شو حتى لو لم تتمسوا رضاهم لا يكون إلا باتباع الملة التي هم عليه. حكم الرابع حكم المضارعة لأهل الشر والفجور، وذكرنا ذلك أنه أن بأن الله جل وعلا رخص جعلهم عمال وخدم برضو بذلك. نعم جعلهم عمال وخدم، قد يستعمل عاملا وخادما لا بأس، لكن احنا نتكلم على تولية الكافر، توليته وان يولى على المسلمين في سواء كانت ولاية عامة او ولاية خاصة في ذلك. اما استعمالهم خدما ونحو ذلك فبحسب المصلحة، حسب المصلحة التي يراها التي تأتي من ذلك. حكم المضارعة لأهل الشر والفجور، طبعا احنا يعني ذكرنا يعني المسألة التي ذكرنا انه يجوز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مضارعة أهل الشر والفجور، اتقاء الشرير واتقاء الفحشين. وحديث عائشة رضي الله عنها ثبت عند البخاري في صحيحه، فالرجل الذي ألان له كلام دليل على ذلك. وأورد المؤلف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، وهذا الأثر ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بصيغة التمريض، هو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما مروي عن أبي الدرداء من طرق يقوي بعضها، يعني الصحيح بأنه موقوف على أبي الدرداء اللي هو إن لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، فالصحيح بأنه موقوف على أبي الدرداء ولو طرق بعضها، لكن الشيخ الباني رحمه الله تعالى ضعفه في ضعف المرفوع في الضعيف في السلسلة دي يعني الضعيف. طبعا المضارعة لأهل الشر والفجور كما ذكرنا هو اتقاءهم باللسان فقط دون موافقتهم في أي شيء مما هم عليه، فالمضارعة شيء وموافقة أهل الشر والفجور فيهم عليه شيء آخر. المضارعة معنى اتقاءهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ألأنه الحديث بس. وسبحان الله يعني أرشد الله عز وجل إلى معاملة الشيطان الإنسي، فرق الله جل وعلا بين معاملة الشيطان من الإنس وبين معاملة الشيطان من الجن، وهذا يعني ذكرهم الله جل وعلا في موضعين من كتابه. أما الموضع الأول فهو في سورة العراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن هذه الآية الموضع هذا الموضع اللي في العراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا الشيطان الإنسي لا تقابل عنفه بعنف وإنما تقابله بإحسان. والموضع الثاني في سورة يعني في فصلت
يعني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا في الشيطان الإنسي، ادفعوا بالإحسان، تدفعوش بالعنف، ادفعوا بالإحسان. فالإحسان يرده إلى أصل، يعني لو كان فيه مسكة من خير حتخرج في هذه الحالة. نعم، ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا في الشيطان الإنسي. وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما الشيطان الجن فلا سبيل لك إلا بالاستعاذة بالله عز وجل منه. وهذا الموضع في سورة الأعراف، هذا الموضع في سورة فصلت، فدل على أن المنهج القرآني يفرق بين الشيطان، بين معاملة الشيطان من الإنس وبين معاملة الشيطان من الجن. الشيطان الجن لا حيلة لك إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا من شره، إنهم يرونكم من حيث لا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما الشيطان إنس ادفعوا بالإحسان. وهذا هو معنى المضغة، منهج عظيم جدا. ولذلك قال الله جل وعلا، يعني ليس كل واحد يعني يستطيع ذلك، لما قال جل وعلا ولا تسوي الحسنة ولا سيدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال عقب الله جل وعلا، قال وما يلقاها، يعني وما يفعل هذا الأمر إلا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا سلام، أدب قرآني جميل جدا، إنك لا تقابل. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يعفو ويصفح في صفاء سريرة عمن إليه على الدوام أساؤه، دمه أسالوه، فناجى ربه اغفر لقوم إنهم جولاء. في فتح مكة حين نال رقابهم قال اذهبوا إذ أنتم الطلقاء. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. وهي ثابتة أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة الذي رواه البخاري في صحيح. آخر الباب، ويأتي بإذن الله جل وعلا الباب الذي يليه، هو فريضة الحج. المحاضرة التالية فريضة الحج في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.